وادي فيديو الست شكت من تهديد الامن ليها بعد حديثها عن الاسعار. شوف كده، في ناس من الامن كتير جدا بتاع 10 تنفار جم خبطوا عليا وانا ما رضيتش افتح، انا لسه عامله مشكله حديد امبارح عشان كنت حاسه ان هم هيجوا لي. قالوا لي احنا لو عايزينك هنكسر الباب. قلت لهم انا هصوت وهطلعكم العين. في الاخر قالوا لي خلاص مفيش مشكله وكلموا في التليفون وسابوني. انا ما اعرفش جايين لي ليه اصلا، وما اعرفش خدوا بيانات البطاقه بتاعتي هيعملوا لي ايه برضه مش عارفه. كل الموضوع اللي انا بقول لكم، لو انا قعدت كام يوم ما ظهرتش ابقى هم خدوني ومش عارفه خدوني ليه. وبيقولوا لي احنا بنعمل تحريات على الناس اللي ساكنه. اشمعنى انا الوحيده اللي في العماره وفي الدور الاخير اللي تقدروا تعملوا تحريات عليا وانا ما قلت الزفت تعملوا سفره ولا انزلوا ولا اقولوا ارحل؟ انا كل اللي بقوله الناس بتشتكي وجابت في الشارع. السيسي بتزعجه وترعبه فيديوهات الناس اللي بتشتكي من الاسعار، وعارف ان كره التلج بتكبر وهتفضل تكبر يوم ورا يوم وتكبر لحد ما تبقى ثوره وتدهسوا تحت رجليها. وعشان كده أول حاجة طالع النهاردة للشرطة يقول، أو في جهاز الشرطة طالع يقول يعاتب الإعلام بتاعه ويقول لهم ليه بتصوروا المصريين على أنهم مرعوبين على الأكل والشرب؟ ما يصحش كده. اسمع، أنا ليه يعتب على الإعلام؟ ليه يعتب إيه؟ على الإعلام؟ أنت ليه بتصوروا المصريين بأن هم ملتعين على الاكل والشرب؟ انا بكلم بجد والله، ما يصحش ما يصحش والله ما يصح انك انت تبين ان احنا ايه مرعبين قوي على الايه. لا 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 ما يصحش كده، وكان الدنيا اخر الدنيا، يقول لك مش عارف الحاجه زادت وكلامنا. انا ما بقولش ان ده كلام مش صحيح، لا، بس بقول مش ده اخر الدنيا في مصر. امال اخر الدنيا ايه؟ انا فاكر على فكره كتبت اغنيه اسمها اخر الدنيا، غناها هشام عباس. اه والله، وغناها هشام عباس ولحنها احمد يحيى. تخيل، امال ايه لاخر الدنيا لما الناس مش تقدر تاكل وتاكل عيالها؟ ايه لاخر الدنيا؟ ايه اللي هيبقى اخر الدنيا؟ الانتحار، الموت؟ فهو طالع يقول انا ليه اتابع الاعلام؟ ليه بتعرضوا فيديوهات يعني كمان مش عايزهم يعرضوا؟ يعني كمان الناس ما تشتكيش؟ لا، ما تعرضوش الكلام ده خالص. هو زي اي ديكتاتور عايز يشوف مصر الجميله، شويه كرانيش، شويه كباري، شويه طرق حلوين، يعني اعرضوا لنا البلد، اعملوا جرافيك. انما هو بيزعل بيتضايق. اي ديكتاتور على فكره زيه كده، مش يصلح المشكله، لا ما تجيبهاش، يعني خبوها. هنا بقى يحضرنا سيء الذكر المدعو كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، اللي طلع قال ان فيديوهات الناس مفبركة. اه والله العظيم، فاكرين ده؟ هات كده، قال ايه؟ قال دي فيديوهات مفبركة. في اوقات الازمة يستيقظ دعاة الفتنة، ومن يشاهد الفيديوهات التي تبث شكاوى الناس من ارتفاع الاسعار يتأكد انها مدبرة وليست عفوية ولا تلقائية، وانما وراءها متآمرون ومؤلف ومخرج وسيناريو وحوار وممثلون يؤدي كل منهم دور المرسوم وينفقون عليها اموالا طائله. طب ما طلعتش مفبركه يا كرم كركر، ما طلعتش. اللي مشغلك قال كده، اللي مشغلك يا كرم قال انها مش قال دي مزعجه ومزعله السيسي جدا. بس على فكره دي نبض الشارع، صوت وصوره وصوت الغلابه والمقهورين بسبب الغلا والفقر اللي انت عبد الفتاح معيشهم فيه، والناس حقها تشتكي ومن حقها برضو تحمي نفسها بأي وسيلة. عشان كده أنا عايز أقول اللي بيطلع فيديوهات ما تطلعش وشك، اسمع كلامي، ما تطلعش صورتك، حط الموبايل على الحيط كده واتكلم. ما أنت عايز تحتاج، ما تطلعش صورتك ولا تطلع وشك في الكاميرا خالص، اسمع بس كلامي. وأنا هقول للسيسي رسالة دلوقتي وسجلها عليا عبد الفتاح، لأن الحمد لله ما بقولكش حاجة وتطلع غلط. اسمع اسمع، أنا بقولكش أنا على مسؤوليتي حاجة وتطلع غلط، مش نقلا عن حد، على مسؤوليتي أنا ما بقولكش حاجة وتطلع غلط. بس أنا عايز أقول للناس اللي بتشتكي لي، ما تطلعوش بوشكم، يعني اعملوا أي حاجة حطوها. طالما بص، أصل عبد الفتاح طالما قال أنا ليه أتابع الإعلام، جهاز الشرطة يتحرك.
قال انا ليه اتابع الاعلام انه بيطلع الناس تشتكي. جهاز الشرطه هو اللي اتحرك. جهاز الشرطه بقى الامن الوطني هيكلم المذيعين ويقول لهم ما تطلعوش الناس دي، وابتدى هو يدور على الناس دي في الفيديوهات. خلاص، فانت ما تطلعش بوشك، بس خلينا نشوف الناس دي بتشتكي اهي. انا مش عايز اطلعهم والله، خليهم بعيد هنا كده يا عبد يا علي عشان بس نحميهم شويه. خليهم هنا كده العب. لا احنا ما بنقولكش كفايه اسفلت، احنا بنقول لحضرتك كفايه ارحمنا. الرحمه بتاعت ربنا حلوه، احنا جبنا اخرنا، ما بقاش في مجال ان احنا نستحمل حاجه تاني. خلاص احنا بنعيش اسوأ ايام حياتنا بسبب حضرتك وسياسه حضرتك. لو سمحت كفايه اسفلت، انا مش هاكل عيالي اسفلت. الرحمه يا رب ارحمونا لله افضل ب 20 جنيه ومشاكل. الرحمه يا رب ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وحياتي المتجلى على العباد، انتم لم ترحموا ابدا، ما هترحموا، ما هيرحمكم ربنا ابدا على ظلمكم للعباد. احنا الشعب نعمل ايه؟ نسرق ولا نعمل ايه؟ طيب يا ريس ما تقول لنا على حل. يعني احنا خلاص الحلول الاولانيه احنا عملناه، انما ما تشتروش الحاجه الغاليه خلاص، ما تخلفوش تاني، اثبتوا على عيالين خلاص، سيبتنا على عيالين. نعمل ايه تاني يا ريس؟